هنعمل بقى ايه كيكه، وهعمل منها كمان تورتايه. ما دي كيكه عندي ايه اللي هعملها باللبن الرايب دي؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، كوبايه زيت، كوبايه اسيباكو زي ما هي عشان تعرف ان هي من نفس المكان، من لكوبايه لبن رايب، ثلاث بيضات، معلقه كبيره من الكاكاو، معلقه كبيره من قهوه سلاله الذوبان، معلقه كبيره من من البيكنج باودر وفانيليا. وبعد كده هعوز شويه مربى، هعوز شويه جوز هند، هعمل بعد كده كاستر عشان احشي بيه التورتايه، برده تورتايه سهله جدا جدا. احط 3 كوبايات من اللبن عليهم 5 معالق من الكاستر وحوالي 5 معالق او 4 من السكر حسب التحليه اللي انت عايزاها. الكاستر بيبقى تقيل قوي. خلاص طيب انا كده هبدا. انا ما تقوليش عملتي ليه كاستر كمان، ده مش هينفع خالص، ده لو اتحط على النار بيجبن فما ينفعش. اللبن ده لبن عادي خالص بقى بتاع الكاستر، انما الكيكه انا هحط لها رايب عادي خالص. فهحط هنا كوبايه من الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، في الخلاط كوبايه من الزيت، واخد كوبايه من الرايب اللي انا عملته. ما عندكيش يبقى تحطي كوبايه لبن رايب برده، طلعها طريه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، 3 بيضات، 3 بيضات، فانيليا، معلقة كبيرة كاكاو، معلقة كبيرة قهوة سلالة الذوبان، أضرب ده كله مع بعضه. نحط كوبايه من السكر برضو، كوبايه من السكر، كوبايه اللي هي حوالي 5 معالق كبار، او 6 كمان بس كده. تمام، يبقى كده حطينا ايه، كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن الرايب، معلقه كبيره من قهوه سلطه الذوبان، معلقه كبيره من الكاكاو، معلقه كبيره من البيكنج باودر وفانيليا، وثلاث بيضات ماشي، ورشه ملح احطها دلوقتي. رايحه فين؟ رايحه فين؟ ماشي. هنا بقى هحط ايه، كوبايتين دقيق عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر، واجيب لهم رشه الملح واقلبهم مع بعض، وهنزل عليهم الايه اللي في الخلاط تاني. انا حطيت هنا كوبايتين من الدقيق عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه الملح، يبقى معلقتين كبار من الدقيق، كوبايتين كبار من الدقيق، معلقه من البيكنج باودر ورشه الملح. في الخلاط كنا حاطين ايه، كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن الرايب، 3 بيضات، 3 باكو فانيليا او 2 زي ما تحبي، ومعلقه من الكاكاو، ومعلقه من قهوه سلطه الذوبان. بس كده ضربت اللي في الخلاط، نزلته على خليط الدقيق، وهي دي كده الكيكه. اللبن الرايب بقى بيديها كمان حاجه حلوه قوي، وخليها طريه جدا ان شاء الله. هندهن بس كده صينيه شويه زيت صغيرين، او تبطانيه زيت ودقيق، وهنزل بقى خليط الكيك وادخلها الفرن، واعمل الكاستر بقى. الكاستر اللي هعمله 3 كوبايات من اللبن، وخمس معالق من الكاستر، وخمس او 4 معالق من السكر حسب ما تحب التحليه ماشي. واسوي الكاستر عادي خالص تمام اهو، واروح حطهم بقى ايه في الفرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب نيجي دلوقتي بقى هنعمل الكاستر. كيلو او 3 كوبايات، مش كيلو، من اللبن، 5 معالق من الكاستر، وخمس معالق من السكر. 3 كوبايات من اللبن، وهاخد هنا شويه كده للكاستر عشان ادوبهم. اخد اللبن على النار كده، السكر،
والكاستر، ادوبه الاول. انا عاوزه ان انا اخليه كاستر تقيل مش خفيف، فخمس معالق كبار على ثلاث كوبايات هيديك ان شاء الله قوام كويس، او ممكن تحط سته كمان. معانا امل، اهلا وسهلا. اهلا مدام شيف نجلي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك عامله ايه؟ والله كويسه، تسلمي ليك على كل اللي بتعمله لنا. طبعا لازم اخلي بقى ايه ده يغلي، وبعدين اسيبه يهدى شويه، وبعدين حواليك اتعامل معاه ازاي مع الكيكايه. بصوا بقى الكيكايه اهي اللي هي عملناها باللبن الرايب، وعملناها بالايه بالكاكاو، ماشي، بالكاكاو والقهوه سريعه الذوبان. بصوا بحددها كده كده وابدا احفرها بالسكينه كده، احاول احفرها قد بعضها، ماشي. ما ادري كده معانا على الهوا اهي، ماشي. بصوا بقى ابدا ان انا ايه بالراحه كده احفرها واخليها سوا واحد سوا واحد. القهوه بقى مع الايه، القهوه مع الكاكاو مديها ريحه حلوه قوي. بصوا بسويها كده، لو حسيتي مثلا مش عايزاها ايه غويطه قوي، انا عايزاها مثلا كده خلاص، بروح موزعه بعد كده واوزع الايه الفتاته بتاعه الكيك بالشكل ده، واضغط عليها سنه صغننه كده، امسك الكيك كده مربى اللي قلت لكم عليها المربى دي كده، ابدا ان انا ايه مربى، تكون لو هي مربى عندك تقيله اديها شويه شويه ميه خففيها بيها كده، تمام. دي بقى ليه بعملها كده، يعني ما تقوليش بقى ايه مربى وكاستر وده شغلانه بقى وحاجات مسكره، لا خالص، هي ديت مش هتاخد منك معلقه مربى بس عشان الزق بيها جوز الهند اللي على الجناب، وامسك كده عشان اعمل الجناب بتاعتها بالشكل ده. طب ادي كده جناب التورتايه، اجي هنا بقى كده رجعتها مكانها في الطبق تاني، ماشي. الكاستر بقى عندي هدي شويه اهو، مش هسيبه لما يجمد يعني، بس اسيبه يهدى. واروح جايه، بسم الله الرحمن الرحيم، صباها في الكيكه. يبقى انا عملت حشوه وعملت تورتايه باللبن الرايب اللي انا عملته من ايه؟ من الزبده. دي انا عاملاهم من 3 كوبايات لبن، 3 كوبايات لبن. بسيبها بقى تجمد في الثلاجه بالشكل ده. ده بالشكل ده. دي اللي عاملها لكم قبل الهوا. حاططها في الثلاجه، مسكت نفسها خلاص. حتى ما مسكتش قوي برضو، بس يعني ايه؟ يعني تبيها يوم كامل، وبعد كده كريم شانتيه بقى كده على الحرف.